السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبائي طلاب الصف التاسع مع حل الورقة 11 ودرس الدوران. بالبداية لدينا سؤالين اختياريين. ما صورة النقطة سالب 2 و 8 بالدوران؟ وهذا الدوران لدينا هنا مقداره الزاوية هي 180 درجة، ودوران مركزه نقطة الأصل وهي الصفر. طيب، إذا هنركز إحنا دائما على الزاوية. عندنا أربع زوايا مشهورة: 90 وال 180 270 وال 360 درجة. دوران ال 180 درجة فقط أنا بس ببدل الإشارات، بدل ما هي سالب 2 بتصير موجب 2، وال 8 بتصير سالب 8. إذا بظلوا الإحداثيات في أماكنهم، فقط بغير إشاراتهم. إذا الإحداثيات بمكانهم، فقط أنا بغير الإشارات. إذا الإجابة هي 2 وسالب 8. إذا بال 180 أنا فقط بغير الإشارات، فقط نغير الإشارات. ننتقل للسؤال الثاني: ما إحداثيات الصورة الناتجة من دوران 90 درجة؟ 90 درجة أحبتي لازم أبدل أماكنهم في البداية. خلينا نبدل أماكنهم. الخطوة الثانية: بال 90 درجة أحبتي بغير إشارة الإحداثي اللي صار على اليسار اللي هي الثلاثة، بدل ما هي سالب إيش بتصير؟ موجب. إذا ببدل أماكنهم وبغير إشارة القريب أو السالب اليسار أو الإكس. إذا بنبدل أماكنهم وبنغير إشارة اللي صار على اليسار بالإحداثي إكس، بصير الإجابة عندي 3 و5. إذا دوران 180 درجة بس بدل الإشارات، دوران 90 درجة بدل أماكنهم وغير إشارة اليسار أو القريب. السؤال الثالث: رؤوس المثلث A B C، رؤوس المثلث A B C هي A سالب 3 و5، B سالب 5 وسالب 2، و C 2 و1. حدد إحداثيات صورته بعد دوران بمقدار 180، بعد دوران بمقدار الزاوية 90 درجة. طيب الآن أحبتي أنا عندي A B C، النقاط الناتجة بتكون A داش B داش و C داش، وهي أزواج مرتبة. طيب أستاذ، كيف أوجد الأزواج المرتبة؟ هذا دوران 90 درجة، بدل أماكنهم وأعكس إشارة اليسار. راح أبدل أماكنهم وأعكس إشارة اللي بيصير على اليسار، يعني حيكون عندي سالب 5 وسالب 3. بدل أماكنهم وعكس إشارة اللي صار على اليسار، بدل ما هو سالب شو صار؟ موجب. بدل أماكنهم وعكس إشارة العدد الموجود على اليسار. إذن الخطة جدا سهلة. لاحظ أني أنا إيش عملت؟ بدلت أماكنهم في كل النقاط وبغير إشارة الإحداثي الموجود على اليسار. كانت أول شيء 5 موجبة صارت سالبة، كانت 2 سالبة هذه صارت موجبة، كان الواحد موجب صار سالب. الآن أحبتي بحدد هذه النقاط على الإحداثيات، وموضوع تحديد النقاط على الإحداثيات جدا سهل. خلينا نحددهم أنا وياكم مع بعض. النقطة الأولى هي A داش سالب 5 وسالب 3. سالب 5 على الإكس، دائما الزوج المرتب أحبتي، دائما الزوج المرتب هو إكس واي، دائما أي زوج مرتب هو إكس وهذا هو الواي، دائما فيهم كلهم. الآن نرسمهم مع بعض. سالب 5 على محور إكس مع هاي سالب 5 مع سالب 3. لاحظ وين النقطة لازم تيجي؟ طبعا أنت ما حتعمل الخطوط، أنت فقط حترسم النقطة اللي هي ايش النقطة؟ A داش. بنفس الطريقة احبتي بدنا 2، هاي 2 على الاكس مع سالب 5، هذه السالب 5 شوف ننزل لهون، هذه اذا النقطة هتكون. طبعا انت ما حتعمل الخط، انا قاعد اعمل لك اياه حتى اوضح لك مكان تقاطع 2 مع السالب 5. اذا هان بيجي عندي انا
2 مع السالب 5، وهذه النقطة بتكون بي داش. بنفس الطريقة أحبتي، سالب 1 مع 2، هذه النقطة هي سي داش، والآن إحنا بنحتاج إنه نوصل بينهم، وصل بينهم بخطوط مستقيمة حتى يطلع معاي صورة المثلث ABC، والصورة هي A داش B داش C داش. إذن بهاي الطريقة بنكون إحنا رسمنا المثلث A داش B داش و C داش. إذن أول شيء دائما في أسئلة الدوران أحبتي إحنا بنوجد الإحداثيات، بعد ما نوجد الإحداثيات للنقاط كلهم الـ A داش والـ B داش والـ C داش، بنتقل للرسم وبرسم المثلث اللي ناتج عندي بعدها. السؤال الرابع، رؤوس المثلث ABC هي، وأعطاني ثلاث رؤوس هم ABC، بدنا نعمل رسم للمثلث بعد دوران 180 درجة حول نقطة الأصل. بالبداية لازم أوجد الصور للـ A داش والـ B داش، وبنفس الطريقة الـ C داش. أحبتي هنا الاختلاف هو في زاوية الدوران. إذا كانت زاوية الدوران 180 درجة بيكونوا بأماكنهم بس بغير إشاراتهم. خليني أرسمهم نفس أكتبهم وأغير إشاراتهم. إذا بصير سالب 4 وسالب 2، سالب 1 وسالب 1، سالب 3 وسالب 5. الآن أنا مطلوب مني أني أرسم الـ A داش والـ B داش والـ C داش. بنفس الطريقة أحبتي، أول شيء عندنا الـ A داش سالب 4، هاي السالب 4 مع السالب 2، هاي السالب 2 وين بتقاطعوا؟ بتقاطعوا في هاي النقطة. إذن هاي سالب 4 مع سالب 2، وهذه بنسميها A داش. سالب 1 مع سالب 1، لاحظ على X والY، وحكينا قبل دائما هاي النقاط هي عبارة عن X وY، دائما الـ X على اليسار والY على اليمين. C داش سالب 3 مع سالب 5، وهذه هي C داش. خلينا نوضح لكم إياها، حتى C داش بنفس الطريقة، شوف على محور X، هذا محور X كم؟ سالب 3، هاي سالب 3 مع مين؟ مع السالب 5 على محور Y، هاي شوف. إذن هذه هي النقطة C داش. الآن أنا بحتاج أوصل بينهم حتى أطلع رسمة المثلث الصورة. وصل بينهم، بهذه الطريقة أحبتي إحنا بنكون رسمنا المثلث A داش B داش C داش في المستوى الإحداثي. والآن أحبتي مع حل الورقة 12، ورقة رقم 12 من درس الدوران، لدينا سؤالين اختياريين. السؤال الأول، ما صورة النقطة سالب 3 و 5 بالدوران وزاوية الدوران 270 درجة حول نقطة الأصل صفر؟ دوران ال 270 بيشبه دوران 90 درجة، ببدل الأماكن. طيب أستاذ بدلنا أماكنهم ها، لكن في ال 270 أنا بغير إشارة الواي أو اليمين، صارت بغير إشارة العدد اللي صار على اليمين، بينما بالتسعين بغير إشارة العدد الموجود على اليسار. إذن الجواب راح يكون 5 مع 3 موجب، 5 مع 3 فرعدي. السؤال الثاني، صورة النقطة A وهي 5 وسالب 7 بالدوران هي A داش سالب 7 وسالب 5، ما هي قاعدة الدوران؟ لاحظ أحبتي قاعدة الدوران يعني بيسألني أي زاوية اللي بتخلي لي النقطة A هي A داش. لاحظ أول شيء إنه النقطة A
غيرنا أماكن الإكس والواي فيها، بدلنا الأماكن، إذن أكيد الجواب مش 360 لأنه 360 تطلع النقطة نفسها، مش 180 لأنه 180 بتطلع النقطة بس بتغير الإشارات بدون ما تغير الأماكن. إذن الإجابة إما 90 أو 270. طيب إحنا بدلنا أماكنهم ومين اللي تغيرت إشارته اللي موجود على اليمين؟ إذن انعكاس كم هذا؟ الدوران عفوا كم؟ 270 درجة مش 90 درجة. طيب خليني أنا وياكم نطلع الدورانات لنفس النقطة. أنا حاخذ هذه النقطة أحبتي وطلع لكم كل الدورانات. لو بدنا نعمل إلها دوران 90 درجة ببدل أماكنهم وبغير إشارة مين منهم بالتسعين درجة، بغير إشارة اللي على اليسار. طيب طب لو عملنا إلها دوران 180، ال 180 درجة بغير إشاراتهم وهم بمكانهم، يعني سالب 5 مع موجب 7. يا سلام، وال 270 مكتوب قدامكم. طب ال 360، ال 360 سهلة بتحافظ على الشكل على النقطة نفسها. إذن ال 360 درجة نفس النقطة. طب أستاذ ال 270، هذه 270 مكتوبة أحبتي عندكم، هي عبارة عن سالب 7 وسالب 5، بدلنا أماكنهم وغيرنا إشارة اليمين. ها خليني أظلل لونها حتى تكون واضح عندكم التبديل اليسار كمان. السؤال الثالث، أوجد إحداثيات الصورة الناتجة لكل مما يلي. فرع A بدنا نعمل دوران 270 درجة لمين؟ للنقاط X Y Z. طيب خليني في البداية أنا وياكم نكتب شكل النقاط بعد ما نعملها دوران، حيكونوا X داش Y داش و Z داش. دائما النقاط هي أزواج مرتبة. طيب 270 لازم أبدل أماكنهم، فيهم كلهم حبدل أماكنهم بالثلاث نقاط، وبعد ما أبدل أماكنهم راح أغير إشارة مين منهم؟ البعيد الموجود على اليمين. طيب خلينا نبدل أماكنهم، سالب 2 وسالب 4، 3 وسالب 7، وآخر واحدة بدل أماكنهم 5، وبدل ما هي سالب 4 إيش حتكون؟ موجب 4 لأنه حعكس إشارتها. الفرع الثاني بدي يعني أعمل دوران 360 درجة. طيب لما نعمل دوران 360 درجة إيش لازم أعمل؟ بضل النقاط نفسهم، إذا بكتب النقاط نفسهم لأنه الدوران 360 درجة النقطة بتلف وبترجع بمكانها دورة كاملة. إذا ال 360 درجة لازم تعرف إنه النقاط بتظلها نفسها وما بتتغير. السؤال الرابع، اعتبر القطعة المستقيمة جي اتش حيث أعطاني الـ H هي سالب 1.3 بالجي 2 وسالب 9، وأوجد إحداثيات الصورة بعد دوران 180 درجة. طيب بما أني أنا بدي أوجد الإحداثيات بعد دوران 180 درجة يعني فقط غير إشاراتهم، خلينا نطلع أنا وياكم النقطتين الجداد اللي هم حيكونوا H داش و G داش. ودائما النقاط هي أزواج مرتبة 180 درجة بس غير إشاراتهم، فقط بنغير الإشارات، سالب 1.3 بصير 1 مع سالب 3، 2 وسالب 9 بصير سالب 2 مع 9. هيك بنكون خلصنا حل الورقة رقم 12 واللي هي على درس الدوران. إلى هنا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حل الدروس المتعلقة في الوحدة الخامسة، ونراكم إن شاء الله في دروس أخرى. أسأل الله أن ينفع بكم ونراكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.